حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في صدى الأقلام، نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف العراقية والدولية بعد أهم العناوين. نبدأ من المدى، ديون العراق تتجاوز حاجز 100 مليار دولار، وآليات التسديد تشكل خطرا كبيرا. في يقينة، طائرة مسيرة تستهدف منشأة عسكرية بمطار بغداد. في القدس العربي، رسائل سياسية وعسكرية قوية تحملها زيارة وفد تركي رفيع المستوى إلى العاصمة الليبية. في الزمان، محاولات الانتحار ارتفعت بين المراهقات في أثناء الجائحة. في موقع عربي 21، رئيس حكومة الاحتلال الجديد متطرف وداعم للاستيطان. واشنطن بوست، انتخابات الجزائر التشريعية دون مقترعين وشكوك مستمرة من الحرس القديم. وفي الجارديان، خامنئي تلاعب بانتخابات إيران لتحقيق حلمه. عن دور المرأة العراقية في تظاهرات تشرين، كتبت سارة جميل مقالا في صحيفة الميثاق الوطني، جاء فيه: صقلت المرأة العراقية قوتها القبلية والدينية والاجتماعية مع إرادتها وشجاعتها بعد أن كسرت قيود القهر والانزواء المفروضة عليها منذ عقود، وخرجت لمساندة أخيها في سوح التظاهر، وكان لها دور بارز في استمرار تظاهرات تشرين طوال السنوات الماضية، ولم نشهد كذا تجمع للنساء في الشارع العراقي من قبل. فتظاهرات تشرين أبرزت هذه المرأة وأعطتها موقعها الصحيح بإثبات ذاتها عندما خرجت المرأة وطالبت في حقها بالعيش بوطن يحمي حقوقها ويوفر لها حياة كريمة. في تظاهرات تشرين استشهد الكثير من النساء، وكانت أول شهيدة في هذه التظاهرات سارة طالب، التي قتلت مع زوجها حسين في شقتهم بعد هجوم مسلح عليهم في ثالث أيام التظاهرات. تلقت سارة 3 طلقات في رأسها، قتلت فقط لأنها طالبت بوطن تعيش فيه بكرامة. كانت سارة تنزل إلى سوح التظاهر في البصرة وتؤدي دورها في الهتاف ضد الحكومة والأحزاب والميليشيات، وتسعف الجرحى أيضا. نعم، كسرت المرأة العراقية نمطية الخوف من المجتمع وأن الوطن له حق عليها ويجب الإيفاء بهذا الواجب الوطني، ونزلت للشارع تطالب بإزاحة الفاسدين وتطالب بوطن خال من الموت، وطن يؤمن لها ولإخوتها حياة كريمة. خرجنا حاملات شعار نريد وطن، هذا الشعار الذي هز عروش الفاسدين وأرعبهم. حتى المرأة التي لم تستطع الخروج للتظاهرات كان لها دور بارز في مواقع التواصل لإيصال صوت المتظاهرين، وهناك من كانت تطبخ في بيتها وتبعث الطعام للمتظاهرين. متظاهرو تشرين خرجوا من أجل العراق فقط بدون أي مصالح شخصية أو مطالب اجتماعية أخرى. كانت مطالبنا تتلخص بكلمتين: نريد وطن خالي من الفاسدين، نريد وطننا الذي سرق منا، نريد أن نعيش مثل بقية الشعوب، نتنعم بخيراتنا التي سلبتها منا الدول المسيطرة على العراق. أضافت الكاتبة أن المرأة العراقية تعرضت للتهديد والقتل والخطف والتعذيب في ثورة تشرين كأخيها الرجل، وهناك عدد كبير من النساء هددن وخطفن، ومنهن من تعرضت للتشهير بسمعتهن لأن الخصم لم يكن يعي معنى شرف الخصومة وتعامل مع ابنة بلده كأنها عدو وليس أختا له في الوطن، وأنها خرجت من أجله وأجل إخوتها ومستقبل الأجيال القادمة، ولكي تسترد حقها وحقه المسلوب، الحق الذي سلبته منا جميعا الأحزاب والميليشيات الفاسدة. قاسم مصلح أطلق رصاصة الرحمة على الحكومة والقضاء العراقي.
هذا ما جاء في مقال لمجلة الجاردين العراقية التي أكدت أن الستار أزدل أخيرا على المسرحية الهزلية التي قامت بها حكومة الكاظمي بإلقاء القبض على الإرهابي الدولي قاسم مصلح، وانتهت بالإفراج عنه لعدم توافر الأدلة لإدانته على الرغم من الاعترافات الصوتية التي أدلى بها المصلح واعترافات ذوي الناشطين الذين اغتالهم المجرم وعصابته، وقد عرضت على قضاء فائق زيدان ولم يجدها كافية لأن زعيم فيلق القدس الإرهابي إسماعيل قاني حضر لتسوية المسألة، ووجه زيدان بأن المصلح لا يجوز أن يدان، فقال زيدان: أمرك سيد السلطان. لم يكن أحد من العراقيين يتوقع أن يقوم القضاء العراقي المسيس بإصدار حكم ضد أي إرهابي من الحشد الشيعي، وهذا ما أعلنه بصراحة هادي العامري زعيم فيلق بدر. ولا نعرف السبب الذي حدا بالكاظمي إلى معاودة هذه المسرحية المملة، فتجاربه السابقة مع الحشد أثبتت فشله وأنه غير قادر على مواجهتهم، وغالبا ما يتصل بنور المالكي لإنقاذه من ورطته بعد أن يحاصره الحشد في المنطقة الخضراء. وهذه المرة كان التجاوز الأكبر عندما اغتال الحشد ضابط مخابرات رفيع وهو من أقرب أصدقاء الكاظمي ومكلف بمراقبة نشاطات ميليشيات الحشد، علما أن الكاظمي لا يزال رئيسا لجهاز المخابرات إضافة إلى رئاسته للحكومة. وقام زعيم كتائب حزب الله بتهديد الكاظمي في حال معاودة الكرة وإلقاء القبض على أي حشدوي مقدس تابع لتاج كسرى. الحق يقال إن أكثر رئيس وزراء في تاريخ العراق تلقى الإهانات هو مصطفى الكاظمي، ويمكنه أن يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، رجل لم يفقد مقومات المنصب بل فقد مقومات شخصيته، فلا غيرة ولا كرامة ولا شرف. قاسم مصلح لم يبق مع اللجنة التحقيقية لأبرغيف سوى يومين، اعترف بها بالكثير من الجرائم، وسرعان ما تم نقله إلى مضيف الإرهابي الدولي فالح الفياض، واعتبر سجين المضيف في مهزلة لم يشهد مثلها العراق في تاريخه، إرهابي يحتضن إرهابي في بيته. والأغرب منه أن المصلح رفض تنفيذ أمر إطلاق سراحه من بيت الفياض مشترطا إسقاط جميع التهم عنه وعدم استدعائه مرة ثانية عن أي تهمة. وأضاف الكاتب: استند القضاء العراقي الهزيل على تسويغ البراءة بأسخف تسويغ، فهو يسخر من عقول العراقيين، وزعما أن المصلح كان خارج العراق ولم يذكر القاضي الذي لم يكتب اسمه على مذكرة إلقاء القبض ولا على قرار براءة المصلح، لم يذكر أين كان المصلح ساعتها. هل تفعلها الحكومة من أجل المواطن؟ هذا تساؤل لرائد الهاشمي، فقد بدأت أسعار النفط العالمية في الأشهر الماضية تتعافى تدريجيا وتستمر بالصعود، فهل يرى الشعب تغييرا في العراق والاقتصاد وتحسين ظروف المواطن؟ فلنستمع إذا إلى جزء من مقال للكاتب رائد الهاشمي. من حقنا كشعب عراقي أن نحاسب الحكومة والبرلمان على فرق السعرين، حيث لا يخفى على أحد الفرق الشاسع بين السعر الذي تم اعتماده لسعر برميل النفط في الموازنة والسعر الحقيقي الذي وصل إليه، وهو فارق كبير جدا، والإيرادات التي تحققت وستتحقق في الأشهر القادمة كبيرة جدا ولا يمكن السكوت عنها، وهي فرصة كبيرة أن تتحسن فيها حالة المواطن العراقي الذي يعاني دائما من نقص هائل في الخدمات الأساسية في حياته اليومية، ويعاني من بطالة كبيرة ونقص في القدرة الشرائية، ويعجز عن تلبية أبسط الحاجات الأساسية له ولعائلته، وهو الأحق في أن يحصد النتائج الحقيقية لهذا الفرق الكبير بين السعرين. الحكومة مطالبة في هذا الظرف أن تستشعر دورها الحقيقي أمام شعبها
وأن تحافظ على هذه الأموال من السرقة والفساد الذي استشرى بشكل مخيف في جميع مفاصل الدولة، وأن تضرب بيد من حديد على كل يد تحاول أن تمتد لهذه الأموال الخاصة بالشعب، وأن تحميها من التلاعب والتسرب إلى الدعايات الانتخابية للكتل السياسية التي تتحكم بمقدرات البلد واقتصاده، وعليها أن تسارع لاستثمار هذه الأموال الكبيرة في خدمة المواطن، سواء بتحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية والتي تعاني من نقص كبير، أو من خلال تحسين مفردات البطاقة التموينية، وكذلك من خلال النهوض بالواقع الصناعي والزراعي في البلد. وتساءل الكاتب في نهاية مقاله بصحيفة الزمان: هل ستعمل الحكومة لخدمة المواطن العراقي؟ ثم أجاب: هذا متروك للأشهر المقبلة. ويعتقد الكاتب أن الأمل ضعيف أو منعدم في تغيير الواقع العراقي. قلق بين الناشطين العراقيين. الإفراج عن قاسم مصلح ضوء أخضر للتصفيات. عن هذا الموضوع إذن فلنستمع إلى تقرير لصحيفة العربي الجديد. أكد مسؤول في حكومة الكاظمي للعربي الجديد أن الأجهزة الأمنية العراقية سلمت القضاء 3 تسجيلات لمكالمات هاتفية وإفادات شهود عيان وأخرى لذوي الضحايا حول تورط مصلح بالإشراف على خلية موت تستهدف ناشطي كربلاء على وجه التحديد، لكنه اتهم القضاء بالرضوخ لضغوط مختلفة دفعته إلى إصدار أمر الإفراج عن القيادي في الحشد. وكشف المسؤول نفسه عن إغلاق قضية قاسم مصلح الذي سيعود لعمله مجددا في الحشد الشعبي، إذ إن قرار القضاء ليس إخلاء سبيل مؤقتا أو بكفالة، بل هو إفراج لعدم كفاية الأدلة بمعنى إسقاط التهم الموجهة إلى مصلح. ولفت المصدر إلى أن التحقيق القضائي مع مصلح لم يتطرق إلى التهم الأخرى الموجهة ضد الأخير من قبل الأجهزة الأمنية، في إشارة إلى التهم المتعلقة باستهداف منشآت أمنية حساسة تستضيف القوات الأمريكية وقضايا فساد وعمليات تهريب على الحدود العراقية السورية. وتعليقا على ذلك، اعتبر الناشط المدني وعضو تنسيقيات النجف جنوب العراق علي الحجيمي أن الإفراج عن مصلح، وهو المشتبه فيه الأول في قتل الناشطين والمتظاهرين في مدينة كربلاء، حدث لا يبشر بخير، ويشرح التماهي بين حكومة الكاظمي والقضاء من جهة، وبين الجهات السياسية والحزبية والمسلحة التي تمارس الضغط عليهم من جهة أخرى. أضاف الكاتب: خيبة الأمل واسعة من أداء الحكومة وضعفها أمام الميليشيات والمجموعات الأخرى خارج إطار الدولة. هذه الخيبة ليست فقط في صفوف المحتجين والناشطين، وإنما في العراق كله. من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن بنظيره أن يلتقي نظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم في قمة تجمعهما على هامش قمة حلف شمال الأطلسي التي ستعقد في بروكسل. يبدو الجانب التركي متفائلا إزاء ما يمكن لهذه القمة الثنائية أن تتوصل إليه في ظل الخلافات المتزايدة بين الجانبين في أثناء العقد الماضي. وهذا ما جاء في مقال للكاتب علي حسين باكر نشره موقع عربي 21. بحسب المسؤولين الأتراك، فإن أنقرة ستشارك في هذه القمة بأجندة إيجابية، وتتوقع أن يقوم الجانب الأمريكي بالشيء نفسه. وفي ظني أن الجانب التركي سيشدد على نقطتين أساسيتين في الاجتماع: أولهما أهمية تركيا والتعاون التركي الأمريكي في رفع فعالية حلف الناتو، وثانيهما أنه لا بديل عن تركيا إقليمياً إذا ما أرادت واشنطن أن تواجه التهديدات المتصاعدة في الشرق الأوسط وتحد من النفوذ الصاعد للدول الغريمة أو المنافسة كروسيا والصين خلال السنوات القليلة الماضية.
أصبح في حكم اليقين أن ملف أس 400 هو ملف سياسي بامتياز وليس ملفا تقنيا كما حاول الجانب الأمريكي الترويج له في الآونة الأخيرة لتبرير منع تركيا من الحصول على مقاتلات F-35 وفرض عقوبات عليها وتقييد قدرتها على الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية. ملف أس 400 ومقاتلات F-35 سيكون الملف الإشكالي الأبرز ربما على طاولة البحث رغم حساسية تركيا العالية من ملفين آخرين هما احتضان واشنطن لفتح الله جولن المتهم من قبل الحكومة بوقوفه وراء انقلاب يوليو عام 2016 ودعم الولايات المتحدة للفرع السوري من حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا في كل من واشنطن وبروكسل والناتو وأنقرة. وأضاف الكاتب أن التفاؤل الحذر سيكون سيد الموقف بين الاجتماع في الاجتماع الثنائي بين الرجلين، والأكيد أن التوصل إلى اتفاق بشأن هذا الملف سيفتح آفاقا جديدة من التعاون بين البلدين، ولكن غياب الحلول سيؤدي حتما إلى تفاقم المشكلات مستقبلا بشكل يصبح من الصعب معه إعادة العلاقة بينهما إلى ما كانت عليه سابقا، فضلا عن تقويضه الإمكانية التعاون بينهما في الشرق الأوسط. تحت عنوان الجزائر تريد استعادة دورها قوة إقليمية، ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أن السلطات الجزائرية لا تفوت فرصة لتمرير رسالة مفادها أن الجزائر مستعدة للتدخل بشكل أو بآخر في ليبيا كما فعل الرئيس عبد المجيد تبون مؤخرا في أثناء المقابلة التي خص بها قناة الجزيرة وقد أثار فيها ضجة كبيرة. يتضح ذلك من خلال المراجعة الدستورية التي تم تبنيها في استفتاء الأول من نوفمبر عام 2020، حيث تمت الإشارة لأول مرة منذ الاستقلال صراحة إلى إرسال وحدات من الجيش الجزائري إلى الخارج خلافا لتقليد عدم التدخل الذي اتسمت به البلاد. إضافة إلى ذلك، يمكن المشاركة في بعثات حفظ السلام في إطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية المادة 31، وهو منعطف ليس أقل واقعية. إن هذا الوضع يغذي الكثير من التكهنات حول احتمال تدخل الجيش الجزائري في محيطه القريب في حال تدهور الوضع الأمني هناك لدرجة تهديد مصالح الجزائر الاستراتيجية، حيث من المتوقع أن يصبح الجدل أكثر حدة مع إعلان انتهاء عملية برخان العسكرية الفرنسية في منطقة الساحل من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ما أدى إلى اتفاق جديد بشأن المسيرات الجنوبية للجزائر. وأضاف صحيفة لوموند الفرنسية أنه في مواجهة الاتهامات الداخلية بأن الجزائر تضع نفسها في خدمة المصالح الفرنسية، أصدرت وزارة الدفاع الجزائرية نفيا رسميا مصفة هذه التكهنات بأنها زائفة وغير مقبولة بشأن إرسال الجزائر قوات للمشاركة في مهمات عسكرية خارج الحدود الوطنية تحت غطاء قوى أجنبية، وذلك في إطار دول مجموعة الساحل الخمس. في العراء يبيت نحو 15 فلسطينيا ليلتهم الأولى بعد دهم جيش الاحتلال الصهيوني تجمعا في منطقة رعي شرقية مدينة رام الله في الضفة الغربية. وقد هدم جيش الاحتلال الصهيوني منشآت مدنية فلسطينية وصادرها قرب بلدة هناك تاركا سكانها ومواشيهم في العراء. وقد ترك جيش الاحتلال الصهيوني أسرتين فلسطينيتين وجميع أمتعتهم في العراء تحت أشعة الشمس اللاهبة من دون مأوى أو سبل للإعاشة. نبقى الآن مشاهدين قبل الختام مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتيرية.
وبهذا مشاهدينا تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن الله على صدى أقلام جديد من الرافدين في رعاية الله.